وعن العرب يقول أحدهم: تحدثهم عن الفن، يحدثونك عن الجن، تحدثهم عن الانفتاح، يحدثونك عن النكاح، تحدثهم عن التفكير، يحدثونك عن التكفير، تحدثهم عن المشاعر، يحدثونك عن المقابر، تحدثهم عن الحياة، يحدثونك عن الموت. ويقول شوبنهاور: الزمن الآن للرعاع، وبما أنه لا يوجد حقائق ولكن توجد تأويلات يتفق عليها المجتمع لتظهر بهيئة الحقيقة، فإن الحقيقة في هذا الزمن حقيقة عاهرة متعفنة برائحة القطعان والدهماء. نحن في زمن لا يخجل الغبي من ترديد سخافاته ويزمر بها أي وقت وفي أي مكان، في حين أن المفكر الحقيقي تنتابه الشكوك حتى في نفسه ويخجل من إظهار ما يشعر به وما يختبره. ولهذا يموت أغلب المفكرين الحقيقيين ومعهم تأويلاتهم الأكثر منطقية والأقرب لما نسميه حقيقة، ويبقى الزمن والمجتمع للمتسخين والعوام.